ما اقدرش انكر ان اكيد الرجاله ليهم حركات مش ظريفه، وما اقدرش انكر ان احنا كستات ممكن يبقى برضو لينا حركات مش ظريفه، وممكن نكون بنعمل بعض التصرفات اللي بتبقى طالعه في وقت الزعل واكيد بنندم عليها. بس احنا النهارده حابين نفتح الموضوع ده بشكل مختلف. ليه؟ انا في اوقات كتيره جدا كنت بطلع في البرنامج بتكلم عن مشاكلي الشخصيه، حد ده جوزي، ده طلق، عملت، سويت، لكن عمري ما اتكلمت عن حد معين او يعني اسم معين. لكن النهارده انا لما ابقى زوجه واقرر ان انا انتقم لجوزي بان انا اقوم داخله على موبايله ومصوره كل الشاتس بتاعته مع ستات كتير، وهو وانتي عارفين ان احنا شخصيات معروفة على السوشيال ميديا، وتنزلي الموضوع ده على السوشيال ميديا وتفضحي هذا الرجل بشكل، انا بعتقد ان هو قاسي جدا. معرفش ايه الظروف اللي خلت اي حد يعمل كده، او ايه الظروف اللي بتخلي حد يعمل كده، بس هو ظرف او طريقة قاسية جدا في الانتقام. هو ده حقي؟ الناس هتحترمني؟ الناس شايفاني عاملة ازاي؟ ده موضوع حلقتنا، وده اللي احنا حابين احنا نفتح النهارده الموضوع مع مجموعه متميزه جدا من اصدقائنا اللي موجودين معانا النهارده. فبيسعدنا الاول يكون معانا دين عدلي حسين، صديقتنا والمحاميه الكبيره. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا رجل عشان ما حدش يقول ان احنا متحيزين، رجل واحد بس، استاذ طارق جميل سعيد، محامي عشان يدافع عن نفسه. وقت الستات يعني احنا جايبينه عشان يدافع عن نفسه. طبعا صديقتي العزيزه ناني مسعد، اهلا وسهلا بيكي، سيده المجتمع المشهوره والجميله شفيقه شامل، صانعه المحتوى ومن اكتر شخصيات صراحه شفتها في حياتي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا عليك. طيب نحب، ممكن تسمحوا لي ابتدي مع شفيقه؟ نسمع الاول شفيقه. ليه انا ابتديت معاكي؟ مش عشان اتهمك في حاجه، لكن انا بحس ان انت في اوقات اول ما ابتديتي خالص ك انفلونسر او على الانستجرام، انت كنتي دخلتي من مدخل قد ايه انت تعبانه نفسيا من العلاقه اللي حصلت لك وطلاقك وجوزك. كنت شايفه وانت بتحكي وقتها ان انت بتعملي ده انتقاما منه، ولا انت كنت عايز تحكي عشان تريحي نفسك؟ لا، احكي عشان اريح نفسي. هي بدات كده. كان عندي غضب كبير، وكل الناس اللي حواليا سمعت، يعني عايزه احكي لناس غريبه لا تعرفني ولا اعرفها. فبعدين بعد كده بدات التهديدات عشان ابطل، فاكتشفت ان دي حاجه بتزعل، خدت حقي كده. يعني انت في الاول خالص كنت واخداها انك انت عايزه تفضفضي؟ انا بحكي عادي جدا. ليه الناس غريبه؟ معرفش، يعني من كتر ما حكيت وشكيت وقلت لكل الناس ولسه تعبانه برضو، حسيت ان انا محتاجه فضفض اكتر، بس خلاص اللي حواليا تعبوا وما في اليد حيله بقى. فلما قررتي تطلعي على السوشيال ميديا، لما قررت كان شكلي غريب ساعتها، انت عارفه ان انا كنت حالقه شعرك خالص، بدات تسال ليه حالتي النفسيه كذا كذا، وما بعرفش اسكت بقى، بحكي كل حاجه. الكلام جاب بعضه بقى لغايه ما شفتي ان جالك تهديد من طليقك وقضايا وكده. وقضايا، فانت حسيتي الله انت بتتوجع زينا زي البني ادمين. بالظبط. فقررتي انك تزودي فيها ولا تنسحبي؟ لا قررت كده ولا كده، بس الناس هي كانت عايزة تعرف أكتر، فالسؤال جاب سؤال، فحكينا وبتاع وخلاص ماشي. كل ما كنت بحاول الانسحاب الناس كانت بتجرني أكتر، بس أنا لما نفسيتي بقت أحسن خلاص ما بقتش عايزة أتكلم في الموضوع. بس انت كده في الناحية التانية هو شايف نفسه اتبعزق. أنا اتبعزقت منه. ممكن تاخديها بينك وبنفسك، مش شرط انك كنت تقولي لها لأمة لا إله إلا الله. اعمل اللي انا عايزاه، زي ما هو الرجاله بتعمل حاجات كتير قوي، طول ما هي مستخبيه الدنيا تمام، بس اكتر حاجه بتخوف الراجل صورته قدام الناس.